بداية، كيف تابعت العمل الدرامي الجديد والمسمى بممالك النار والذي يهاجم الدولة العثمانية وتحديدا السلطان محمد الفاتح؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. طبعا عمل ممالك النار عمل تاريخي على حد دعم الشركة المنتجة له، وهي شركة إماراتية بالتعاون مع شركة أو مجموعة MBC. هذا العمل يهدف إلى تشويه سمعة الدولة العثمانية وقطع جسور التواصل بين العرب والأتراك. كلنا يعلم بأن تركيا حاليا تضم أكثر من 5 ملايين شخص عربي يقيمون في تركيا بشكل عام، جلهم من السوريون وكثير منهم ايضا ينضمون تحت الجاليات العربيه الاخرى كالمصريين والليبيين واليمنيين. هؤلاء هنا هربوا من جحيم الدكتاتوريات العربيه التي كانت سببا في هروبهم من اوطانهم. الان يحاول هذا العمل الفني، انجاز لنا التعبير، ان يشوه صوره تركيا الحاليه من خلال ربطها تاريخيا بالدولة العثمانية التي هي تعتز تركيا المعاصرة بأنها جزء من تاريخها وتراثها فيما يتعلق بالمنطقة، لكن في الوقت نفسه يركز على أحداث وتفاصيل لا تخلو منها أي دولة في التاريخ سواء كانت معاصرة أو قديمة. كلنا يعلم أن حتى الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى كالإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية وغيرها من الإمبراطوريات كان لديها بعض الهفوات لنقول أو بعض الأشياء التي كانت تؤثر على تاريخها، وهي أيضا استمرت رغم ذلك. لكن الدولة العثمانية في ذلك الوقت الذي استمر لأكثر من 600 عام لا يمكن القياس أو لا يمكن تقييم هذه الحقبة التاريخية الطويلة التي وقفت فيها الدولة العثمانية بوصفها حاميا للإسلام والمسلمين وبوصفها ممثلا لهم في مواجهة القوى الاستعمارية الأخرى في ذلك الوقت. لا يمكن قياسها من خلال أو تقييمها من خلال بعض الأحداث التاريخية التي حدثت نتيجة الصراع على الحكم خلال تلك الحقبة. ولذلك فهذا الهدف مع الأسف والمبلغ الكبير والضخم الذي تم صرفه على إنتاج مثل هذا العمل كان من المفترض أن يتم صرفه على توطيد العلاقات وتقريبها بين العرب والأتراك بشكل عام، وليس على إثارة الفتن والقلاقل وأيضا النعرات والنزعات القومية. 40 مليون دولار كانت كفيلة بإنتاج مسلسل جيد يعزز من التفاهم العربي التركي، لا سيما أن تركيا بشكل عام ومدينة اسطنبول على سبيل المثال هي إحدى الوجهات التي يقصدها العرب سواء للسياحة أو للاستقرار في الوقت الراهن. لا أدري ما هو الغاية من إثارة هذا الموضوع والتركيز على نقاط معينة ضمن التاريخ العثماني الذي يمتد لأكثر من 600 عام سوى تشويه أو محاولة تشويه صورة هذه الدولة في طبيعة الأحوال. 600 عام من حكم أي دولة في العالم لديها سوف يكون لديها بطبيعة الأحوال بعض الهفوات وبعض الزلات، لكن لا يعني ذلك أن تقيم كل الحقبة التاريخية التي تمثل جزءا من التراث الإنساني والعربي والإسلامي في المنطقة في بعض القصص التاريخية التي بعضها أيضا يمكن القول بأنه مطعون فيه من الناحية التاريخية. كل ذلك لا يمكن القول بأنها الإمارات تستطيع أن تبرئ نفسها من تهمة محاولة تشويه لنقل التاريخ العربي والإسلامي وتاريخ المنطقة بشكل عام من جهة، ومن جهة أخرى هي تحاول على حد زعمها منافسة الأعمال الدرامية التركية التي هيمنت في الوقت في الآونة الأخيرة ولا سيما عن طريق دبلجة الأعمال التركية إلى معظم لغات العالم تحاول منافستها، ولكن مع الأسف باختيار موضوعات هي أقرب ما تكون لإثارة الفتن بين الشعوب على كونها لنقل محاولة للتقريب وفتح صفحة جديدة معنا. نعم.